خطأ موجود في الطرف الأيمن، تسديدة قادمة مع البداية مع الدقائق الأولى، أرضية ممكن جول، سجلوها سجلوها نادي الباطن مع الدقيقة الثانية، يأتي الباطن مفاجأة مفاجأة مباشرة مباشرة إلى المرمى، يأتي نادي الباطن مع الدقيقة الثانية، تسديدة كانت والبرازيليين يعودون للهواية من جديد. شوف 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 شوف، مرت صدت كملها على طول، كملها جوليا رامسدي، يسجل خامس أهداف هذا الموسم، خامس أهداف هذا الموسم وأول الأهداف مع الدقيقة الثانية. اسريع يا باطن اسريع يا باطن، ولو أن لسه ما حكينا حتى التشكيلة الاتحادية في مباراة اليوم، لكن جوليرام يسجل الهدف. إذن